FM. الكلمة ليك. يبدو لي أنه الشخص اللي دخل معناها ما كانش يعني مسيب يعني أعلن لا جهة معلومة جهة معلومة. وأيضا جهة يعني لها مكانتها في المجتمع، ماهوش نابورت كي، إنسان عاقل رصين و اضطر للإعلام لأنه يبدو أنه بلغ أطراف أو جهات معينة ما خذوش بجدية. وقت اللي بلغنا احنا وزير الداخلية الحق سارعوا وما تأخروش من يعني كل العمليات الممكنة اللي ننتظرها كانت قامت وخذوا المسألة بجدية كبيرة. ياسر هذه مش قلتها ذات سامي الطاهري، ولكن كأنه أما موندوني معناها باش كون قاسي معاك، كأنه وقت اللي دخلتوا في لغة الحوار الوطني ولغة التوافق نسيتوا الاعتداءات اللي صارت عليكم في ديسمبر 2012. كأنه اليوم ولا أخويا آية عرش كيفاش باش نمشيو فيغ لو كونسنسوس، هيت نضرب الاتحاد، هيت نهد الاتحاد، تو تركح البلاد. احنا تعتقدش اللي هذا معناها فما منه؟ احنا كيف التوانسة الكل منسوش ومنسوش خاصة الإذاية، قد نسامح ونغفر ولكن منسوش. اللي وقع لنا من اعتداءات كان الغاية منه هو إبعاد الاتحاد عن دوره الوطني باش ينقذ البلاد من حمام الدم اللي كان ممكن تسقط فيه. ولذلك محاولات التهديد والإرباك والتخويف وغيرها ما غيرت لناش رأينا، موقفنا. حشاد وقت اللي أقدم على قيادة الكفاح المسلح في 52 هدد 1000 مرة وتطلق عليه الرصاص 10 مرات إلى أن جاءت الرصاصة المصيبة، لكن ما وخرش، بقى مؤمن. ونهار لغتيلة ما كانش رفع إضراب على خبز ولا على زيادة في الأجور، كان رفع سلاح ويجمع في الأموال ويلتقي بالقيادات المسلحة وقت القيادات السياسية كانت في السجون. دونك احنا ورثنا نفس الدودة، نفس المرض، حب الوطن. ما دونك ما ليش باش نخافوا، ومهما كانت هذه التهديدات، خطر زادة بعض التهديدات قاعدة تجينا وقت لي ثم حراك اجتماعي. بالضبط هذا اللي حبيت نسأل، ما نعرفوش الجهات هذه رسمية تتناغم أو تحب تستغل الوضع الاجتماعي المتوتر باش تزيد توتير، خاصة أنه نعرف اليوم اللي توا ثم هدف نتاع محاولة ضرب تونس في 3 مفاصل كبرى، إما أمنها وجيشها أو رأس السلطة أيا كان، سواء وزير ولا رئيس ولا رئيس حكومة ولا غيرها، وبالتالي الدولة، و3 الاتحاد العام التونسي شغل على خطر يمثل العصب الاجتماعي. وأي حراك تصور أنت يتم اغتيال أمين عام ولا اغتيال أي نقابي ألا لا يقدر باش يكون ربما الغاية منه هو أنه الوضع يدخل في متاهة وفي مأزق ما عادش يخرج منه. احنا نقولوا انه هذا ما يخوفناش، ان احنا على استعداد على كل التضحيات، لكن ماخذين احتياطاتنا وحذرنا، وايضا الداخلية قائمة بالواجب في هذا الاتجاه. ان شاء الله مخططات الارهابيين تعود الى نحرها. الكلمة ليك.